بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مع أم سنين. اليوم إن شاء الله رايحين نشوفوا حلوة الأساور بجلاساج الفيريرو روشي. راح نديرهم أنا في هذا الليمون كيما راكم تشوفوا. راح ندير أنا المقادير قليلة، نتوما تقدروا تضاعفوا الكمية. المهم عندي لهنا 125 غرام مارغرين تكون طرية، عندي رشة من الملح، صفار، حبة تاع البيض، عندي لهنا زوج ملاعق كبار من الفلون ذوق شوكولا، زوج ملاعق كبار قلنا ذوق شوكولا فلون، عندي لهنا زوج ملاعق كبار من السكر الناعم، ملعقة كبيرة من الكاكاو، الكاكاو البني كما كتشوفوا، زوج ملاعق كبار من النشا، عندي لهنا نص كاس من الكاوكاو محمص ومطحون، وعندي لهنا حوالي ثلث ملاعق كبار من الزيت النباتي، وعندي ملعقة كبيرة من ماكسون هذه شوكولاتة للطلي، ديروا أي نوعية طبعا ماشي شرط هذه، وعندي ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، وطبعا فرينا به نلمو العجين. هذا كل شيء. إذا هنا راح نحط المكونات على مرة. بسم الله، حطين الصفار والزبدة، نزيدوا الزيت، نزيدوا الفلون والسكر، نزيدوا الكاكاو والنشا، عفوا نزيدوا الكاوكاو، نزيدوا الشوكولا قلنا ملعقة كبيرة هكذا، راح نبدأ نخلط. بسم الله، نخلط هذه المكونات بشكل جيد، ومن بعد نبدا نضيف في الفرينه والخميره اللي قلنا ملعقه صغير. اذا هنا هايلك بعد ما خلطت المكونات راح نبدا الان نضيف في الفرينه شويه بشويه. الريحه راهي تطلع روعه خاصه الواحد صايم. راح نحط الفرينه ونحط الخميره هذيك اللي قلنا ملعقه صغيره، انا هاي لك ملعقة صغيرة، هنا نصف الكيس هو ملعقة صغيرة. اذا هاي لك هنا العجينة تاعنا بعد ما لميناها كما تشوفوا، خليوها تكون طرية بزاف بسك الكاكاو يتشرب، على هذه ضروري تكون طرية. راه بديت هنايا نحط نعمر القوالب هنايا، شوفوا عمروهم لازم مع الحد هذا اللي طالع هذا في الوسط هكا، منتن عمرهمش مليح، راح نتنفخوا فيهم الخميره. راح انا راني نوزن في الحبات هكا باه تجيني الخدمه نقيقيه، هكا على حساب المول تاعكم، هنايا من 15 ل 20 غرام هكذا. نعمرو الليمون تاعنا بهذا الشكل، هكذا. إذا راح ندخلهم يطيبوا، فرن راني مسخناتو من قبل 180 درجة فرن متوسط الحرارة، نطيبهم إن شاء الله ونرجع لكم. اذا هاي لك هنا الحلوة تاعنا كيف طابت، حاولوا انكم ما تحمروهاش بزاف بزاف، يعني بمجرد انها تنشف فقط هكا باش تقعد لكم طرية هكذا، يتنحوا بكل سهولة. هذه مازالت مش باردة مليح. المهم راح نحيهم بهذه الطريقة ان شاء الله، نكمل كامل الكمية اللي عندي ونرجع نديروا التزيين تاع هذا الحلوة ان شاء الله. اذا هنا راح نبدا نكلاصي. اول حاجه هنا ذوبت فوق حمام مائي شوكولا بالحليب، هنا شوكولا بالحليب زدت لها قطعه صغيره من الشوكولا السوداء، هذا ما كان تقدروا ديروا اي نوع يعني حتى الشوكولا البيضاء، ما كانش شرط. عندي لهنا الكاوكاو الاحسن يكون شويه خشين، انت هنايا راحيته شويه متوسط، راح نضيف بشويه حتى نتحصلوا على الكلاصاج تاع الفيريرو روشي هكا، ونخلط.
اذا هذا هو القوام تاعو. هاولك يكونوا حبيبات هذوك واضحين. وراح نبدا نقلاصي. بسم الله نجيب الحبه. نحاول نغطيها مليح. انا مفرشه من هيه كيس بلاستيكي في البلا هذاك. هكا بهذه الطريقه نواصل اني نقلاصي الحبات كامل، ومن بعد نشوفو تزيين. كما تشوفوا في التزيين انا هنا خدمت ورود، هذا يبع عجين السكر، هذه عجين السكر طرحتها وقطعتها ورود هكا، راح نحطهم لهنا على الطرف هذا مكان، وهي قبل ما تنشف. اذا كما تشوفوا هاولك الحلوه تاعنا بعد ما كملتها هنايا في وسط الورده، هذه زدت شويه نقطه هكا تاع شوكولا برك للديكور، وهذه هي الحلوه تاعنا. شكلها يخرج ما شاء الله روعه. راح نحاول نفتح معكم حبه تشوفوا قوامها. هذا هو شكلها، شوفوا من الداخل كيفاه يبان هذاك الكوكو اللي درنا، يعني صدقوني روعه بنينه تهبل ما شاء الله. نتمنى باذن الله الوصفه جربوها تعجبكم. في الاخير اذا كنتم اول مره تشاهدوا القناه ادعوكم للاشتراك، تفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد ان شاء الله. دمتم من فرعه الله وحفظه، والسلام عليكم.